ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. هسيب الباتيه لمده ساعتين. وكريم اول ما دخل قال لي ايه الباتيه الحلو ده يا شيخ؟ صح؟ اه مش بجامل والله، بس هو فعلا توريقته لما حضراتكم تعملوه مره واثنين وثلاثه هيديكوا التوريقه دي اللي انا عاملاها بالظبط، هتعجبكم جدا وطريقته بسيطه جدا وسهله جدا. خليني بقى ارحب بضيفي اللي دخل عليا الاستوديو ونورني وشرفني وقعد يديني تعقيبات حلوه على الاكل، كريم اكرم. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا شيف؟ صباح الفل. صباح الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. نحشي لك الباتيه ده ايه يا كريم؟ لا احنا عاملين منه جزء ساده وجزء من غير، مش في حشو يعني بيض وجبن. اللي عجبني مش انه حشو، انا بحب دايما الحاجه اللي باكلها من بره اه بحب لما تتعمل في البيت تبقى بنفس الشكل. نفس الشكل ببقى مبسوط. ما هو ده بقى الشكل اللي احنا بنسعيله بالظبط، اللي هي دي بالزبط. اللي هي التوريقه اللي هي ايه الطبقات دي. لو انا شفتكم انتوا بتعملوها انا ما كنتش هصدق والله، ما كنتش هصدق. ربنا يخليك يا كريم. طبعا انت منورني النهارده، ده نوري. وحلقتك دايما مميزه معايا لانك بتقدم عروض رائعه جدا، خصومات هايله جدا، وكورسات برضو عبقريه، وفي حاجات بتبقى اضافات كده وهدايا حلوه قوي لاصدقائنا. انا عامل كده فعلا. فاحنا النهارده بس اسمح لي هنعرف بقى اصدقائنا بارقام التليفونات الخاصه من فيتارم جلوبال، وهنزل الصفحات دلوقتي قدام حضراتكم عشان التواصل من خلال الكورس، او حضراتكم حابين تطلبوه او تسالوا عليه او حتى تشوفوا شكله يبقى من خلال دي. اول صفحه خاصه بفيتار، وفي صفحه ثانيه فيتارم بالعربي فيتارم بالانجلش. وهنبدا بقى ان التليفونات طبعا 9 ارقام، يعني في رقم احنا وديناه للمتابعه خاصه بكل اصدقائنا اللي اخذوا الكورسات. مظبوط. طيب شريز الاحمر. تسلم يا رب، شكرا جزيلا. طيب احنا دلوقتي كريم موضوعنا النهارده عن طبعا الناس اللي عندها مشاكل في العظم، لان دول ناس كتير قوي بعتوا لي انبوكس مسجز وحتى على الصفحه. فانا ما قلت لك يا كريم عايزين يعني نخلي بالنا من الموضوع ده شويه. في بعض الحالات بينفع معاهم الكورسات، وفي بعض الحالات تبقى حالات صعبه جدا ما بينفعش معاهم الكورس، بينفع معاهم حاجات تانية. خلينا النهارده نتكلم بقى على ده. تمام. احنا النهارده هنتكلم عن الام العظام، بس هو الام العظام بيناسبه جميع الكورسات، مش بيبقى الموضوع صعب. ما بيبقاش موضوع صعب ليه؟ لان اصلا بيبقى ليه عوامل كتير جدا، زي زياده السمنه مثلا. زياده السمنه هي بتاثر برده على العظم بشكل كبير. دايما عندي برده حالات بتجيلي عندها خشونه في الركبه، ما حدش بيقدر يمشي، عندها زياده سمنه كبيره جدا ودهون متراكمه في جسمها بشكل كبير، فمش عارفه تتحرك. صحيح. ده بيبقى بسبب بتاثر على الحركه جدا، بيبقى بسبب السمنه. ده بقى ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه، لان هو الام العظام هو بحر. انا جاي اتكلم في الجزء اللي هو بيبقى ليه علاقه بالسمنه. انا يعني امبارح انا لسه كان في عميل بيكلمني امبارح، ده حصل بقى. استاذ كريم انا مش قادر امشي. وطبعا يعني والله وصل بيه، طبعا مش عارف، ما كنتش عايز اقول يعني، بس وصل بيه ان هو يعني كان بكى ان هو مش قادر يمشي، وان هو بيقول لي ان اتمنى ان يكون الحل في ده. يا الله. قلت له انت توزنك قد ايه؟ تقريبا كان زايد 35 كيلو. مش كتير برضو. مش كتير بس ياثر كتير على عظمه. هو مثلا عنده مشاكل في العظم، هشاشه حاجه. ما هو انت ما حسابك ان كل اللي فوق ده انت بتحملها على رجلك. انا كل حاجه عندي بتتحمل على رجلي. فلما يبقى عندي دهون متراكمه كتير في منطقه بطني وفي منطقه الارداف، بقى شيء طبيعي جدا ان انا حاسس ان انا مش هقدر امشي. وبالذات اصلا لو انا حركتي قليله، هتحس ان انت ركبتك مش حاسه ان هي كويسه بشكل سليم. خشونه الركبه، هشاشه العظام، وده طبعا بيجي بكثره المشروبات الغازيه. وده اللي احنا قبل كده قلنا عليه، انه ما كانش ينفع ان احنا ناخد مشروبات غازيه كتير في اليوم بكثافه، ما ينفعش طبعا. دايرتنا ان احنا نعدمها اصلا، نبتعد عنها. صح. يبقى يعني ليها بدائل اخرى يا كريم احسن بقى. بالظبط. عصاير مفيده، مشروبات دافئه، يعني ما بقاش قاعد باكل جنبي مشروب غذائي، يعني بتبقى عصير برتقان، حاجات المفيده كنت اشربها زمان على الاكل والله، وفي الفطار بتبقى والله موجوده فيها، موجوده. عصير جريب فروت، عصير برتقان، عصير بس مفتاح. ده ممكن يكون الجيل الجديد شويه، يعني الجيل الجديد مفتقد، لان احنا برضو الثقافه ما اكدناهاش. خلي بالك احنا لما انا هعلم ولادي ان انا يشربوا عصير برتقان، لا هنعصر برتقان يشرب عصير برتقان، هيتعودوا. هما هيقولوا لاولادهم، هي زي ما كل واحد اتعود. انا حضرت ان انا اشرب لبن، يعني انا حضرت ان انا لازم الصبح اشرب كوبايه لبن. لازم انا اتعودت على كده فعلا. اول ما بصحى قبل ما انزل من على احط رجلي على الارض ادخل الحمام لازم كوبايه اللبن. وطبعا ده كان حتى زمان كان بيبقى فيه مشكله اللي هو ريحه اللبن. ريحه اللبن صح. كان دايما هتلاقي وهو بيشرب اللبن كان دايما لازم يسد مناخيره. كان ده مش موجود دلوقتي اصلا.
دلوقتي ما فيش، كل حاجه نازله زي ما بيقولوا ايه، مركبينها فوق اللبن بالعافيه. حتى شوكولاته حط لي اي حاجه، موز اي حاجه. على فكره الحاجات دي بالذات تحديدا حتى لو فيها مواد حافظه، عايز اقول لك خطيره جدا. اه طبعا بيبقى في العلب بايظه من جوه عليها تاريخ صلاحيه شغال. مظبوط. وبتبقى اصلا الماده اللي جوه ما ينفعش تتحط مع اللبن. هي يا جماعه في حاجات ينفع تمكسوها وفي حاجات ما ينفعش. ففي شركات بصراحه بتلبس في الموضوع ده. اه طبعا يعني خلاص هي وضعها بيخلي الناس تدخل تعرف ان حتى لو في اوفر على ده وهي شركه معروفه انا مش هاخده، انا مش لو هيدوني ببلاش عشان هو بقى عنده معلومه عندها عن طريق صفحات. حصل ازاي للولاد دلوقتي يشربوا لاي بايظ او يحصل له دروب لا قدر الله ويجيله نزله معويه؟ طب وانا جاي عليه لا هو لبن حليب. طب ما اعمله في البيت. طب اشرب لبن حليب. لبن حليب. انا من الناس اللي كنت مش بحبه خالص، بس كنت والدتي لازم ده من الضروريات بالعافيه، اكنه دواء عشان ده كالسيوم طبعا. بالظبط اكنه دواء بالظبط. ده مش موجود اصلا دلوقتي. فتعالى اساسا جيلنا الجديد بقى بيبقى قاعد بياكل جنبه مشروب غذائي. ده بيبقى بيؤدي طبعا لهشاشه عظام. طبعا كل دوت ما بيظهرش واحنا شباب او ما بيظهرش دلوقتي، هو بيظهر حتى بعدين. انواع الجبن يا كريم والله اللي بتطلع من اللبن برده ما بتبقاش مظبوطه، عشان كده دايما نعمل احنا لو احنا واثقين من مصدر اللي جايبين منه اللبن نشتغل بيه تمام. والاجبان ما ينفعش مواد وبودره مش عايز اقول بقى بس اقول. فاحنا ما بنعمل في تقريبا بتبقى نفس كمان يعني، انت لو هتعملها في البيت نفس مده انك هتنزل تعمل شوبينج او هتجيبها من تحت عادي. والله انضف واحسن واضمن. انا دايما شايف ان اكل البيت بيبقى انضف بكتير. اه طبعا. مع اني ببقى يعني ما اعرفش انا لازم اقول كده برضو، بس هو اكل الشارع بيبقى ليه طعم تاني. برضو مش يعني انا من الشباب برضو اللي عارف. هو للي اتعود او اللي اتعود انه بيحس ان في سعاده ليه انه بيطلع ياكل بره. او انه دي مرتبطه عنده بمثلا بيتجمع مع اصحابه، بيتجمع مع قرايبه، مع اي مع خطيبته، مع خطيبها، مع الاحساس ان انا اتعزمت بره وباكل بره رغم انه ممكن يكون الاكل وحش جدا. جد انا عندي عاده لغايه دلوقتي يعني مش هكسف اقولها، انا لغايه دلوقتي بحب اكل الكشري في البيت او من ايد امي. ليه؟ هي اللي علمتني هي اللي علمتني ان انا اكل الشارع طعمه احلى بكتير في البيت، وفعلا بتعمله لي زي اكنه في الشارع بالظبط. عشان كده انا بحب الحاجه اللي شكلها. انت عارف تعب الكشري ده لا قدر الله في ناس بيجي لها الله اكبر التهاب كبد وبائي بسبب الكشري. بس الكشري بسبب كترته يعني ان انا لا ان عدم النظافه. اه طبعا. بس بص احنا في النهايه انت مش هتقنعني ان اللي بيشتغل جوه المحل ده مع احترامي لكل الناس الناس تحافظ على اسمها ومعروف انا ادخل مطبخك في اي وقت، لكن انت تتحفظ اني ادخل مكانك. بحترم جدا المحلات اللي بتبقى عامله لوح ازاز كده. انت شايف التيم وهو شغال جوه. بالزبط. شايف المكان نظيف ولا مش نظيف. بالظبط. لكن ان انا ادخل اقول قفص الطماطم عشان يجيبوا يدلق في برميل، ما هي المايه اتوسخت، هو هيغير البرميل كل شويه ولا هيعمل ده طبعا؟ اكيد لا. عشان تتضرب الطماطم والله اعلم بقى كلها سليمه على مش سليمه، المهم احنا بناكل الصلصه في الاخر ما احناش حاسين بحاجه ان في توابل. بس كل دوت ما بنحسش بحاجه بس بيأثر بس لا قدر الله. في ناس اتأذت بسببه كتير. بالظبط. زي الكبده. يعني انا دلوقتي الكورسات اللي انا بكون جايبها انا بجيبها عشان خاطر تعالج مشكله في الاول مش في الاخر. مش في الاخر دايما صح. الناس بتبقى فاهماني غلط، انا مش عايز احل المشكله بعد ما هي اصلا بعد ما تظهر المشكله وتتفاقم تظهر وتبقى خلاص صح. انت كده انت في اخرها. صح. لا انا حابب ان انت عندك مشكله في الاول حتى لما انا باجي اقدم كورس حتى واقدم خاص فضول. انا عايز اجرب اشوف ايه هيعمل معايا ايه، يعني هنزل مش هنزل، انا حاسس اني تخنان طب ما اجرب ليه لا. ابني عنده زياده في الوزن، عنده 19 سنه 18 سنه مثلا، انا لازم اكون باصص لقدام ان هو عنده 25 او 30 هيعاني طبعا، هيجي له خشونه في الركبه، مش هيقدر يمشي بشكل سليم، هيأثر على قلبه بعد كده، هيأثر على قلبه هيأثر على اجهزه الجسم. لازم ابص انا البصه دي صح. مش هو تخين لا مش هفرح ان انا اترسه اكل 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 لا. اكل واكل كله ما فيهوش فوائد على انه ياكل ويبقى قدامي مربرب وجميل وممكن يكون صحيا هو ناقصه فيتامينز وناقصه حاجات كتير قوي على فكره. طول ما انا عندي مشكله وبحاول احلها في اولها طول ما هي بتتحل بشكل انضف واسرع. صح. انا مع انت لما شايف لما باجي عندك وبتيجي تقولي لي في مثلا مشكله هنا العملاء عند في ضغط ومش عارف ايه انت كريم تابع مع الحاجه دي عشان الناس دول سالوا على كذا. انا بقى مبسوط ليه؟ لان انا شفت المشكله في الاول. انت فتيني ان انت قلت لي ان في ضغط مكالمات عندنا فلازم نزود وده حصل بشكل سريع. لان ليه؟ في ناس بتنتظر اسبوع لاسبوع بيعدي منها الوقت ما بتلحقش بتبقى عايزه لو انا بقى كنت سكت مشكلتها وما ركزتش في المشكله وقعدت مده ثانيه انا كنت ممكن يعني عملاء كتير جدا ما ياخدوش الكورس وما يستفادوش بالخصم وما يستفادوش بالعرض وبسبب اهمال. لا انا بحاول احل المشكله في الاول. انا لما باجي ابقى معاكي انا بجيب كورسات بتخسس وبدي عليها خصم عشان خاطر انت تلحق مشكلتك. طبعا طبعا الكورسات ما عنديش مشكله ان هي بتحل مشكله زياده السمنه. لله خلاص بقوم في المشكله وغوطوا فيها. بس ما فيش مانع برضو ان انا الحقها في الاول.
صح برضو ده انا لازم اوعي الناس. انا مع ده جدا يا كريم. انا عندي مشكله دلوقتي في زياده السمنه عندي او عند قريبي او عند اخويا او عند ابني او بنتي، الحقها في الاول. صح. انا عندي مشكله ذات نفسي الحقها برضو حتى لو هي ما كانتش في الاول. بس لازم نقول ان احنا عندنا ابدا حتى اتوقف يعني اقف مع نفسي واقفه كده اقول انا هنا انا زدت شويه كتير، انا يعني مش عايزه ازيد تاني، انا عايزه الحق نفسي. ولذلك في ناس بعد ما بتعاني لا قدر الله بتبدا تتجه بقى انها تشوف، في ناس بتلف حرام على منتجات حرام، بتبقى في ناس برضو عندها من الاقناع الوسيله اللي بتقنع الناس بيها ان هم تمام، في الاخر بيحصل دروب. بالظبط. لا وعمليات الجراحيه وده طبعا ما بيناسبش جميع الناس، لا لا ماديا ولا صحيا على فكره، انه بيأثر، بتفضل طول عمرك اسير لهذه العمليه على بالزبط. فكره مش حد عمل تكميم او كده الا لما فضل بياكل بشكل معين مفروض عليه حاجات معينه، وبيضعف جدا جدا جدا. هو انت ما بتعالجش هو انت بتعالج مشكله عشان تعمل مشكله؟ ما هي دي ولا انت عندك الجهاز دوت هو الاهم والجهاز دوت لا؟ ما هو الجهاز دوت اللي هيرقدك، الجهاز ده كان بيتخنك. انت لما تخنت حسيت ان انت عندك زياده في الدهون، قلت لا دي مشكله وشكلي ومش وشكلي وصحتي وعملت بيها، بس اعملها بشكل سليم. سليم صح. ده اللي انا بتكلم فيه. عشان كده احنا بنقول للناس النهارده ان احنا الكورس من فيتارد امن، لانه اعشاب طبيعيه 100% كريم. عارفه ان في ناس كتير وعارفه ان في دكاتره وفي ناس خدت حللت وتاكدت ان اللي انا بقوله ده وانا بقوله عن ثقه، لانه لكن في حالات ممكن تكتشف ان عندها مشكله بعد ما بتبدا تاخد الكورس. يعني ما تكونش هي عارفه ان عندها مشكله مثلا في الحرق، عندها مشكله مثلا ان الحرق عندها ضعيف، هي عايزه تنزل 5 كيلو في الاسبوع، بس ممكن تنزل 3 او 2. انت تخيل ان الكورس كده مش جايب نتيجه، هو المشكله مش في الكورس قد ما المشكله لازم اعرف انا فين في جسمي، ليه ما عملش معايا نتيجه بالزبط. على الرغم انه عمل مع غيري نتيجه وخلاه ينزل 5 كيلو. بس انا بختلف عنك وانت بتختلف عن ده وده بيختلف عن ده، عشان كل واحد لازم نقول على المتابعه. وبعد اول اسبوع من اصدقائنا ما بتحصلش كتير بس احنا عندي ناس بتخس في اول اسبوع 8 كيلو. انا على مدار الوقت اللي انتوا معايا فيه تقريبا بالظبط كده 5 حالات، 5 حالات اللي انا قلت لكم فيها ان هم بينزلوا بشكل بطيء، ودول طلع عندهم مشاكل في الحرق بعد ما عملوا التحليل وبعتوه ليكوا وانتوا تمام. بنزود لهم بقى نقط. بالظبط بنزود لهم نقط عشان زياده السرعه، زياده سرعه الحرق. برضو احنا زي انا جاي عايز برضو اقول الكورسات النهارده ايه. قول لنا بقى انت الكورس النهارده مقدمه لنا ايه. الكورس عندي النهارده مكون من كبسول ونقط واعشاب. كويس تمام. هقولهم للناس بعد كده اقول لهم على طول على الخصم وعلى الهديه. النهارده الكبسول بتاعنا هو بيسد الشهيه، بديل لعمليه التكميم. كويس تمام. دوت بيحسسك ان انت ما بتاكلش نفس كم الاكل اللي بتاكله كل يوم. الاعشاب بتزود سرعه الحرق. النقط سوري بتزود سرعه الحرق. الاعشاب بتنقص سموم من الجسم. بديله للديتوكس. بديله للديتوكس. هايله. الكورس ده عليه كورس هديه. كورس تاني يعني كبسول تاني ونقط واعشاب تاني. عشان انا قلت في الحلقه لو انت عايز ابنك بنتك نلحق المشكله في اولها انا اجيب لك كورس هديه. ممكن انت تاخده بشكل مكثف، الكورسين مع بعض بينزلوا 30 كيلو. 30 كيلو في الشهر. الاثنين. كويس. الواحد بينزل 15 كيلو. 15 كيلو ده هايل. يعني انت لو خدته على مدار شهرين انت هتخس 30. خدته لوحدك ولحد تاني 15 كيلو. هيبقى فيه ما هو نقط، 2 نقط، 2 اعشاب، 2 كبسول. مظبوط. الخصم قد ايه يا كريم؟ 70%. ما شاء الله انت اكتر حد بيجيب لي اعلى خصم يا كريم والله. النهارده الخصم بتاعنا 70%. انا منتظر الحلقه دي لان في اصدقاء كتير بينتظروا حلقتك، فاهم، بيقولوا لي احنا منتظرين، بيسالوني ساعات على ميعاد الحلقه انبوكس وانا بقول لهم امتى بتبقى ميعاد حلقتك علشان هم منتظرين الخصم 70%. هيفرق معاهم اثنين، يعني خدوا 2 كورس يمكن باقل من نص الثمن كمان. ده خدوا 2 كورس بسعر كورس واحد وعليه خصم 70% يعني كمان. ده هايل جدا. هايل جدا يا كريم. طبعا توصيل مجانا. توصيل مجانا واحنا اتفقنا المتابعه قائمه على الرقم اللي موجود. صح كده؟ طبعا عشان كل اصدقائنا. طبعا يا كريم انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بشكرك جدا. ميرسي ان انت بتتكلم يعني زي ما بنتكلم كده مع اهالينا في البيت، لان في ناس بسيطه قاعده تقول انا في مصطلحات ما بنفهمهاش واحنا كبير علينا عايزين نفهم يا بنتي بطريقه مبسطه. بالظبط. فانا مبسوطه جدا ان انت بتتعامل كده زي ما بتتعامل في البيت مع مامتك، وميرسي ان انت موجود معايا، وميرسي على الخصم ال 70% كريم. ميرسي ان في اوفر حلو النهارده، ارجو من حضراتكم كلكم انكم اللي حابب يعني ينول الخصم ده يدفع الارقام الموجوده على الشاشه من فيتار جلوبال، وكمان يتواصل من خلال صفحاتهم على الفيسبوك. بشكر ضيفي اللي كان منورني ومشرفني النهارده كريم اكرم. سي كريم شرفتني ونورتني. والنهارده احنا عملنا عجينه الباتيه، قطعت واحده عشان حضراتكم تشوفوا بس يعني نقدر نعمله في البيت بشكل حلو. انا يمكن بحبه كبير شويه، بحب اعمله الحجم ده اللي انا كنت مطبقاه. ودي العجينه اهي هيجيبها لنا مخرجنا برده عشان حضرتك تبقوا شايفين احنا طبقناه ازاي وبدانا نفرده ازاي عشان يدينا التوريقه الحلوه دي. الزبده لازم تكون متلجه في الفريزر او في التلاجة وتتبشر اسهل لنا. وعملنا سلطه البقوليات من السلطات اللطيفه جدا ما تكون عجبت حضراتكم. بشكر ضيفي اللي كان منورني، بشكر شركه فيتار، واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده و
السلام عليكم.